طب انا هسألك سؤال جوه الماتش وبره الماتش شويه. مدربين كتير جدا بقوا في الدوري بقوا يتجهوا ان هم يلعبوا بالثلاثه اللي ورا، بداها موسيماني مع الاهلي وحمدي فتحي كان بينزل يعملها، وبرده بدا فيريرا مع الزمالك بيطبقها دلوقتي، النهارده اكتر من فرقه بتطبقها. بس هل الشكل ده يجدي نفعا بمعنى اصح مع فرقه زي ميسي بورسعيدي، ولا الافضل لما كانوا بيلعبوا باربعه في خط الظهر؟ هي ملحوظه فعلا، عندك حق فيها غانم. فرق كتير ابتدت تتطور او تحول طريقتها، بس معظم اللي بيشتغلها بيبقى عنده مشكله مثلا في الديفندر، في اللعيب رقم 6 في نص الملعب، او بيبقى عنده مثلا طرفين مش مدافعين قوي فبيوقف لهم ثلاثه عشان يخليهم طايرين طول الوقت. انا شايف مثلا فرقه المصري كان من ضمن المشكله اللي بيدخل فيها اهداف كتير ساذجه، فممكن يكون حاول يعدل الطريقه دي، ان يزود الكثافه العدديه ورا بحيث يبقى واقف دايما ثلاثه. لو نفتكر المصري طول السنه هتلاقي اهداف كتيره جدا، تمركزات سيئه، توقيتات الاهداف كمان كان فيها سذاجه بشكل كبير جدا، فده عالج شويه نوعا ما فكره استقبال الاهداف. ده بالنسبه لفريق المصري، لكن فعلا هي حاله عامه. احنا بقالنا فتره في الدوري المصري بنشوف اخطاء ساذجه، بنشوف في محتاجين نتكلم عن التمركزات. ما ينفعش لعيب عنده 25 سنه او 28 سنه لسه اكلمه في تمركزات، ودي من النقاط المهمه جدا جدا. لكن هو الصح والشطاره ان كل مدير فني يلعب مع امكانيات فرقته ويطوع الامكانيات دي الفرديه، ان هي طبعا يخليها المصلحه الجماعيه. طالما انت عرفت تكسب، زي ما بيقولوا اللي تكسب بيلعب بيه يعني، فزي طالما انت عرفت تتعدل وتطور الاداء يبقى انت خلاص، يبقى انت حاط ايدك على ادواتك وعارف تشتغل بمين. ده موجود يعني، شفناها مثلا في فريق الزمالك عملها بتطور كبير جدا، ولدرجه ان احنا مش شايفين. قلت حاجه مهمه جدا، ان كان في مشكله في الاساس في الزمالك، وممكن كمان نشتركوا معانا في الديفندر. بس النهارده المصري اعتقد افتقد لقوه عمرو موسى في نص الملعب، فريد شاوي، ايزي ايميكا موجود، حجاج عويس، كل دول لعيبه ديفندرز. فالنهارده انا معاك في دي، ان هو عنده ديفندرز كويسين، ولو هيلعبها هيلعبها لما يكون عنده طرفين مثلا زي كريم علي، ده المفروض يبقى على طول في البوكس قدام اللي هو في على الجون. حسن علي نفس الكلام، هو المفروض بيلعبها عشان دول، مش بيلعبها عشان عنده اثنين ديفندرز وحشين. بس انا اشك ان هو بيلعبها عشان دول، والاساس انه بيدخل فيه اهداف كتير. ايوه 34 هدف، 34 هدف. وكابتن في البدايه كابتن اسماعيل كانت اهداف ساذجه جدا، اخطاء واضحه، اخطاء واضحه. تلاقي مثلا ايه اخطاء، عارف يا كابتن لما تبقى تبرير في بدايه الهجمه، تعرف اصعب وقت لما تخسر الكوره وانت بدايه هجمتك، بتبقى بتخسر الكوره وانت بتبقى الفريق اوت اوف بوزيشن. فدي كلها كانت هي دي اللي خلت العلاج الاول ان ما تاخدش فيه اهداف. دي سياسه وفلسفه الزمالك، عملها بطريقه ثانيه خالص. الزمالك عالج بيها المشاكل الفنيه اللي كانت موجوده والنقصات النقص اللي كان موجود.